يا إيمان، مساء الخير، مساء النور. ازيك يا استاذ دعاء؟ الحمد لله تمام. كنت عايزه اسال في موضوع الحسد. لو في يعني لو الواحد متاكد ان في حد معين عارف ان هو بيحسده وحصل ملابسات كتير، بس الفكره ان هو يعني صله رحم، يعني ممكن يبقى اخت مثلا، حد ما، هل يعني لو الواحد بعد، ما هو يعني لو الواحد خبى او بعد او كده هيبقى في قطع صله الرحم، طب التصرف يبقى ازاي عشان يبعد عنه؟ عشان لان يعني طول الوقت في حسد يعني اذى بقى جامد، وفي نفس الوقت ما يعني ما يبقاش عنده وزر قطع صله رحم او كده يعني. تمام، بس شكرا لك يا إيمان. لو اتأكدت ان فلان ده بيحسدك، هو طبعا من الصعب ان يتأكد الانسان ان ذلك الشخص هو الذي يحسد. في ناس بتقول لك دي عينيها وحشه، ده معروفه، دي معرفش ايه، لكن لا نبحث عن هذا حتى لا نعطي لانفسنا طاقات سلبيه مؤكده في اتجاه شخص ما معين. فكل ما الشخص ده يجي عندي او يحصل لي اي موقف اربط الحدث بالشخص. فدايما احنا ما بنعملش كده، احنا دايما نعمل زي ما النبي قال لنا، قال له لما قال له قل لما كان في في في, في مكان ظلام والريح وهوى والدنيا وخوف ورعب، سيدنا عقبه، فقال ما اقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله احد، وقل قل اعوذ برب الفلق، وقل قل اعوذ برب الناس. لو احنا قرينا الثلاث سور دول كل يوم اول ما نصحى من النوم وقبل ما ننام، ما فيش اي كلام منها هيحصل. لو حافظنا على الكلام ده مع الحفاظ على العلاقه يعني، لا العلاقه لا تنقطع ابدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني حتى وإن وقع للإنسان أذى من أذى الاختلاط، فإن الإنسان يتحمل هذا الأذى ويؤجر عليه. إن خد بالك إن حتى لو الشخص بص على واحد وحسده أو أذاه بحسد أو بعين، هذا حسابه عند الله في الآخرة، ده برضه هنتحاسب عليه في الاخر. بيقول لك العمر مش بعزقه. انا مش هسيبه يبص لعيالي، مش هسيبها تبص في اكلي، مش هسيبها، فبيبعده. مش هنتاكد ان قد يكون هذا الشخص، لاني عايز اقول لك حاجه غريبه، ممكن الانسان هو الذي يحسد نفسه. انسان طبعا ممكن بتحصل نفسه. وانسان ممكن يحسد ما يحسد الملل لاصحابه، ممكن واحد يحسد اولاده، ممكن واحد يحسد نفسه، ممكن يحصل كده ويتوقع ان فلان هو الذي حسد او فلان هو الذي قال وهو الذي يقول. وممكن المتحدث الذي يتحدث عن الآخرين ما يكونش بيحسد. خد بالك دي مهم. يعني إيه؟ ممكن شخص يفضل يقول إيه ده فلان، ده ما شاء الله، ده عمل كذا، ده اشترى كذا، ده جاب كذا. أنت قد تتصور أنه هو الشخص يحسد، لكن لا، ممكن يكون ده قلبه أبيض، لكن حسدك شخص استمع إلى كلامه لا يرى. يعني واحد بيحكي في قاعدة، قاعد عمال يقول ده ما شاء الله، ده اشترى عمارة، وده جاب عربية، ده غير عربيته، ده عمل كده. هو مش بيحسد، هو مبسوط لك انك عملت كده ولا يحسدك. لكن قد يسمعه شخص لا يحبك بنفس مقدار حبه فيحسدك. فعشان كده كان مهم ان الانسان ما يتكلمش كلام كتير. ودي الآية اللي احنا قلناها وحضرتك قلتيها في المقدمة: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب، فما حتى ما نقولش